حسنا بأن الخطر ازداد، أقفلنا المؤسسات التعليمية، وبعدها ولكي نبقي التلامذة والطلاب في جو التعلم أطلقنا خطة وزارة التربية في التعلم عن بعد بمساراتها الثلاثة. صحيح أننا لم نستطع الوصول إلى كل بيت، ولكن بمجهود الجميع استطعنا إبقاء تلامذتنا في أجواء التدريس. وقد قلنا منذ البداية أن التعلم عن بعد لن يكون بديلاً عن المدرسة. الآن وبعد أن أصبح الوضع في لبنان إيجابياً إلى حد ما، أصدر مجلس الوزراء مرسوماً للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، مستنداً في ذلك إلى أسس علمية، وقرر إعادة فتح الجامعات وصفوف الشهادات في المرحلة الرابعة ابتداءً من 25 أيار، وباقي الصفوف في المرحلة الخامسة ابتداءً من 8 من حزيران. منذ أن تم تشخيص الحالة الأولى لتفشي كورونا، لا بل قبل ذلك، كنا قد بدأنا التفكير بالإجراءات اللازمة التي علينا اتخاذها. ومنذ اليوم الأول حتى الآن لم تهدأ الوزارة، وعجت أروقتها ومكاتبها وصالاتها بالاجتماعات واللقاءات لتحضير كل السيناريوهات الممكنة. وكنا في ذلك أسرة تربوية واحدة، من الوزارات والمنظمات والجمعيات إلى الوحدات الإدارية والفنية في الوزارة ومؤسساتها، إلى المديرين والمرشدين والمدربين والأساتذة والمعلمين ومسؤولي المكننة في المدارس والمعاهد والجامعات، إلى الروابط والنقابات، إلى المتطوعين والمتطوعات، إلى الإعلام الذي واكبنا، إلى الأهل والطلاب الأحباء. فالجميع الجميع كان يعمل تطوعياً لنستطيع تخطي هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان. ولا تنسوا أن كل القرارات، قرارات الوزارة، كانت ترتكز على متغير صحي جديد لا نستطيع ولن نستطيع التحكم به. واكبنا التعليقات والملاحظات من الجميع، قمنا باستشارة من يلزم من الخبراء والتربويين، ولكن كان لابد عندما اتضحت الرؤية بعض الشيء، وأركز على كلمة اتضحت الرؤية بعض الشيء، وبعد صدور توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا في مجلس الوزراء، كان لابد لنا من أن نأخذ القرارات التي سنعرضها سوياً معكم هذا اليوم بشكل مختصر، على أن تصدر الأسبوع المقبل المذكرات والتعاميم التي تترجم آلية التنفيذ. وبذلك عنوان هذا المؤتمر، أو بالأحرى هذا المؤتمر، سيقتصر على عنوانين: العنوان الأول حول استكمال العام الدراسي، والعنوان الآخر حول الامتحانات الرسمية. أولاً فيما يختص بالعام الدراسي، ألف الجامعات وصفوف الشهادات في التعليم العام والتعليم المهني والتقني الشهادة المتوسطة ضمناً. استناداً إلى المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء، نعاود التدريس حضورياً في المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة ابتداءً من 28 أيار، وسيحدد كل مدير عام أو رئيس مؤسسة تاريخ انتهاء التدريس في مديريته أو مؤسسته، مراعياً خصوصية كل مرحلة. ويمكن التدريس، وهنا عم بركز، يمكن التدريس 6 أيام في الأسبوع عند الحاجة. باء الروضات والمرحلة الأولى من التعليم الأساسي، أي من الصف الأول حتى الثالث أساسي في التعليم النظامي، أو ما يعادل هذه المراحل في التعليم غير النظامي، يتم استكمال التعلم عن بعد دون حضور إلى المدارس
حتى آخر أيار لصعوبة تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية وترفيع التلامذة تلقائياً إلى الصف الأعلى وبدء العام الدراسي الجديد بعد العطلة الصيفية وتعويض الكفايات والمعارف التي منعتنا الظروف من إكمالها في العام الدراسي الحالي. جيم بقية المراحل التعليمية الأكاديمية والمهنية في التعليم النظامي وما يعادلها في التعليم غير النظامي يتم استكمال العام الدراسي بدوام جزئي ونظام تعليمي مختلط أي حضور وتعلم عن بعد ابتداء من 11 حزيران وفق آلية يحددها كل مدير عام بعد تخفيف المناهج المطلوبة لكل صف. ومن السيناريوهات المقترحة تقسيم تلامذة المدرسة الواحدة إلى مجموعتين والحضور إلى المدرسة 3 أيام في الأسبوع لكل مجموعة بمعدل 4 ساعات يومياً على أن يستكمل التعلم عن بعد للأيام الباقية وذلك حتى نهاية تموز. كل مدير عام سيصدر مذكرة تنظم هذا الموضوع ومن ضمنه التدريس والامتحانات المدرسية بحسب خصوصية المراحل التعليمية. بعدها يأخذ التلامذة شهرين للاستراحة الصيفية ونعاود بعدها المدرسة في شهر تشرين الأول لبدء عام دراسي جديد إن شاء الله وإكمال العمل على المعارف والكفايات التي منعتنا الظروف من إكمالها في العام الدراسي الحالي. وستواكب العودة إجراءات صحية تربوية اجتماعية نفسية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات المعنية الأخرى على أن يسجل حضور التلاميذ والطلاب في هذه الفترة المتبقية من العام الدراسي. وكمثال على ذلك برنامج سيمز في المديرية العامة للتربية. كما سيصدر دليل إرشادي عن وزارة التربية والتعليم العالي يوضح كل الإجراءات اللازمة. العنوان الثاني هو حول الامتحانات الرسمية. نفس الطريقة حأقسمها إلى بنود. ألف الشهادة الثانوية العامة بفروع الأربعة والشهادات المهنية والتقنية ابتداء من البكالوريا الفنية وباقي الشهادات المهنية الأعلى منها. في هذا البند اللي ذكرناه تقسم المواد إلى مجموعتين، الأولى إلزامية والثانية اختيارية. يقدم كل تلميذ الامتحان في كل المجموعة الإلزامية ويختار عدداً محدداً من مواد المجموعة الاختيارية على أن تصدر الأسبوع المقبل مذكرات عن المديرين العامين تحدد التفاصيل. وستجرى الدورة الأولى في النصف الثاني من آب والدورة الثانية في النصف الثاني من أيلول على أن تتخذ كل الإجراءات الصحية الوقائية. كما تلاحظون دائماً التركيز على البعد الصحي لأن أولوية صحة التلامذة والأساتذة والأهل والمدرسة أولوية مطلقة. البند باء الشهادة المتوسطة في التعليم العام يلغى استثنائياً الامتحان الرسمي للتلامذة الذين سينهون دراسة الصف الأساسي التاسع للعام الدراسي 2019-2020 ويمنح التلميذ إفادة مصدقة من دائرة الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتربية تثبت هذا الإنهاء ضمن الضوابط الآتية. أكرر ضمن الضوابط الآتية: 1- أن يكون اسمه وارداً مبرراً على اللوائح الإسمية للصف التاسع أساسي ضمن المهل الإدارية. 2- أن يكمل التلميذ العام الدراسي في خلال الفترة التي ذكرناها سابقاً أي من 28 أيار حتى آخر تموز. وستقوم الوزارة بإجراءات تواكب هذه العملية ك أو من خلال إرسال مندوبين إلى المدارس للتحقق من الحضور في الفترة المتبقية وقيام الموظفين بتدقيق اللوائح الإسمية والتسلسل الدراسي لكل تلميذ وإلى غير من إجراءات. وبالنسبة إلى الطلبات الحرة لن تلغى الامتحانات وستجرى دورة واحدة للشهادة المتوسطة في النصف الثاني من آب. أكرر بالنسبة إلى الطلبات الحرة
لن تلغى الامتحانات وستجرى دورة واحدة للشهادة المتوسطة في النصف الثاني من آب، وهذه ضمن الضوابط التي ذكرت البارحة. البند جيم، تطبق آلية الشهادة المتوسطة في التعليم العام ذات على تلامذة شهادات الكفاءة المهنية والتكميلية المهنية والثانوية المهنية النظام المزدوج، فيلغى استثنائياً الامتحان الرسمي لهذه السنة، وذلك للتلامذة الذين سينهون دراسة الصف الذي يمكنهم تسجيلهم فيه في العام الدراسي 2019-2020 بين الترشح للامتحانات الرسمية للشهادات الثلاث المذكورة. ويعطى التلميذ إفادة مصدقة من المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تثبت هذا الإنهاء ضمن الضوابط الآتية، وأكرر ضمن الضوابط الآتية: 1- أن يكون اسمه وارداً مبرراً على اللوائح الإسمية للصف التاسع أساسي ضمن المهل الإدارية. 2- أن يكون التلميذ للعام الدراسي في خلال الفترة التي ذكرناها سابقاً، أي من 28 أيار حتى آخر تموز. ستقوم الوزارة بإجراءات تواكب هذه العملية، كمثل إرسال مندوبين إلى المدارس للتحقق من الحضور في الفترة المتبقية، وقيام الموظفين بتدقيق اللوائح الإسمية والتسلسل الإداري لكل تلميذ، وإلى غيرها من إجراءات. ها، بالنسبة إلى الطلبات الحرة، لن تلغى الامتحانات وستجرى دورة واحدة للشهادة المتوسطة في النصف الثاني من آب. أكرر، بالنسبة إلى الطلبات الحرة، لن تلغى الامتحانات وستجرى دورة واحدة للشهادة المتوسطة في النصف الثاني من آب، وكل ذلك ضمن الضوابط التي ذكرت البارحة. في الأسبوع المقبل ستصدر مذكرات تنظم كل ما ورد ذكره سابقاً. أسرتنا التربوية، أهلنا الأحباء، إن كل ما ذكرناه استند إلى معايير علمية تراعي ظروف لبنان الاستثنائية، ونأمل أن تبقى الأمور الصحية إيجابية لنعود إلى حياتنا الطبيعية بقدر ما كان ذلك ممكناً. فصحة أولادنا، أبنائنا، أولوية لدى الوزارة ولدى القيمين عليها، ولكن علينا العودة تدريجياً إلى العمل كغيرنا من القطاعات، وسنبذل كل ما أوتينا من قوة، سنبذل قصارى جهدنا لتكون العودة إلى المدرسة سلسة محسوبة العواقب وآمنة للجميع، آمنة للجميع. واسمحوا لي في الختام أن أشكر الجميع دون استثناء، معا كافحنا هذا الفيروس الخبيث الخفي، معا فكرنا بحلول، ومعا إن شاء الله سنهزمه ونعلن النصر عليه. عشتم، عاشت التربية، عاش لبنان خال من فيروس كورونا. شكرا لإصغائكم. هلا إذا بتسمحوا حناخذ بعض الأسئلة، لأنه بتصور هالنص اللي شايفينه تم إعداده حتى ساعة متأخرة من صباح هذا اليوم، فحناخد بعض الأسئلة وحتلاحظوا يمكن مقاربتنا حتكون دقيقة باستعمال الكلمات، لأنه الهدف الرئيسي من اللي عم نقوم فيه هو إراحة الأهل، إراحة الطلبة، إراحة كل الناس، إراحة الأسرة التربوية وليس تشنيجة. ممكن هلا اذا بتسمحوا سيقوم باداره القضايا الاسئله استاذ البير شمعون، لانه بيعرفكم اكيد بالاسم اكثر منا.
ولكن حقول مجموعة قليلة من الأسئلة، لأنه بتصور لينقال تم بالاتفاق مع كل المديريات، مع كل المسؤولين والقيمين في وزارة التربية والتعليم العالي. لما أقول وزارة التربية والتعليم العالي، حتى مع الأجهزة والمؤسسات العامة التي ترتبط بالتربية والتعليم العالي. فلذلك بعض الأسئلة. نعم. أستاذ ألبير، معالي الوزير، حسب خليفة أنا معالي الوزير اللي تفضلت فيه واضح جدا، بعتقد وكان تفصيلي وواضح جدا. أنا بدي أنقلك لموضوع اليوم عم يثار في الإعلام ويثار في الصحافة بشكل كثير كبير. اليوم الأقساط المدرسية بالمدرسة الخاصة قررت اجتماع التربوي طبعا توصف بانها قنبله صوتيه اعلاميه لا تلزم احد، هكذا يتم وصفها، لانه كثير من المدارس الخاصه اليوم عم تلزم الاهالي بدفع فائده الاقساط تحت تهديد عدم تسجيل اولادهم للعام الدراسي المقبل. ماذا تقولون في هذا الموضوع؟ شكرا لكم على طب حابدا معلش مبدئي وديدني دائما كان الوزارة منها شخص، الوزارة هي قيمين. حأبدأ بقسم وسعادته حيتناول قسم، لأنه شاركنا بطريقة سويا بهالقضية وباجتماعات أحيانا ثنائية مع بعض الأشخاص ليكون عنا، لأنه الوقت بتعرفوا اليوم في 24 ساعة، وبتعرفوا عنا بلبنان الأسرة التربوية الطلاب بس لتاخدوا فكرة بالأرقام بيتجاوزوا 1,300,000، يعني عنا بكل بيت شخص معني بالتربية. فلذلك سعادته كان عم بيتابع اجتماعات، أنا عم بعمل اجتماعات، ومن ثم كنا نعمل اجتماعات مشتركة مع الجميع، يعني كنا عم نجرب نسمع الكل. فلذلك حأبدأ بالفكرة اللي ذكرها، وسعادته حيقول القسم اللي أنا واكبته أو اللي هو خبرني عنه، ونفس الشيء أنا خبرته عن القصص اللي أنا واكبتها. الاجتماع تم نهار الأحد، استمر الاجتماع بين اتحاد المدارس الخاصة، لجان الأهل، ونقابة المعلمين. وبتصور البعض كان شاهد للخمس ساعات، حاولنا تكون الخمس ساعات سلسة وأن نصل إلى اتفاق، وفعلا توصلنا، وكانت النوايا حسنة من الفرقاء ثلاثة، كانت نوايا حسنة. فبالتالي بتقول لي حبر على ورق، حقول لك أول إنجاز أنه هذا لم يتم في السابق، الوصول إلى مبادئ والوصول إلى ترجمة لهذه المبادئ. من ضمن الترجمات أنه الطالب المتعثر حيلاقوا له حل، بالإضافة لذلك الأساتذة والمستخدمين بالمدارس حياخدوا أجورهم ومستحقاتهم كاملة، بالإضافة لذلك حيصير نوع من التعاون والتكامل بين لجان الأهل والمدارس. وفي عنا قضية المستحقات، بيدفع اللي بيدفعه، النسبة اللي بيدفعها يعفى منها بالمستحقات المترتبة عليه. بالإضافة لذلك حيكون في آلية، فحوقف عند الحد، وسعادته أكيد عنده ما ينيرنا به بهالموضوع. في حال أي خلاف كان اقترح لجنة على مستوى المدرسة من ثلاثة أفريقيا يقدروا يتوصلوا لحل مشترك، وإذا ما وصل لحل مشترك في إمكانية إعادة النظر بالموازنة. والقانون 515 واضح بيعطي الوزارة حق الرقابة، حق البت لكن اليوم سعادة المدير تعرف في العديد من المدارس والأسماء أصبحت تظهر للإعلام، في مدارس اليوم ورساليات عم تظهر للإعلام وعم يتذكر بالإعلام المدارس أنه عم بتطالب الأهالي بالدفعة الثالثة وبالدفعة الرابعة من الأقساط، وإذا لم يدفعوا كان المتوجب القسط لن يسمح للطالب أن يكمل إما دراسته أو تسجيله في العام المقبل. كوزارة التربية ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا اليوم؟ أي مراجعة الوزارة مفتوحة بابها وقلبها لمصلحة الطلاب، آخر النهار في حقوق التلميذ، في حقوق الطالب فوق أي شيء تاني. وبعتقد كل العائلة التربوية وافقت على هذا الموضوع، من اتحاد المؤسسات، من نقابة المعلمين ولجان الأهل.
نحن مستعدين ننظر بأي حالة وكلنا تحت القناة. مدام تفضلي عرفي عن حالك كيف؟ بديت خاز على شبكة دي أنا معالي وزير. نحن بس بلشنا بتقنية التعلم عن بعد بشكل أكيد كان سريع ومفاجئ، بس وإنما المدارس مش كلها كان عندها نفس الاستعداد، يعني في تفاوت بين المدارس ما بين الاستعدادات التقنية والكادر البشري وإلى آخره. فنحن بلشنا نقيم كيف كان تعامل هالطلاب والكادر التعليمي بالتعليم عن بعد خلال هذه المرحلة، كيف بيكون التقييم مستند على اشياء ثابته بالوقت لانه الارضيه كانت مختلفه بين مؤسسه واخرى. هاي نقطة. وشغلة ثانية حضرتك يعني كمان نقطة نقطة خلينا نقطة. لا لا رجاء خاص، لا رجاء خاص، رجاء خاص. لا لا ما في نفس السؤال، مش سؤال سؤال. لا هو ضمن نفس، لا ما في ضمن، ساعتها بتصفي مداخلة. لا 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 رجاء خاص، سؤال سؤال معلش اسمح لي وانا اتدخل. سؤال سؤال. لا هلا اذا بتحبي عن التعلم عن بعد حبلش بالمثل، في عنا امثال لبنانية دائما معبرة بيقولوا الكحل احلى من العمى. يعني كان شو بعمي حالي ولا بكحل عيني؟ كحلنا عيننا. تجربة لتقولي تقييم ما فينا نقيم، ولكن فيني أكد لك أنه المنظمات الدولية وحتى المنظمات الأهلية اللبنانية صنفت لبنان بالمبادرات اللي عملها من الدول السباقة في هذا الإطار. أي معايير؟ لا لحظة لحظة، بالمعايير الدولية، لحظة بالمعايير الدولية. السرعة اللي صارت الاستجابة، سرعة الاستجابة في لبنان كانت أعلى من الدول المتقدمة. هلا لذلك لما عم نقول كل الافكار مش عم نقولها يعني لمدح الذات، لا، لانه الوزاره اللي عملته بعديد الوزاره لنعمل بشكل سريع، يعني الاستجابه كانت سريعه. هلا في عنا ظروف صعبه، نعم، في عنا موارد قليله، نعم، امكانات ضئيله، نعم، ولكن كان في عنا شغله اساسيه، الاراده. وبتعرفي الاراده تزحزح الجبال. الإرادة كانت موجودة، متطوعين كانوا موجودين، خاطروا بحياتهم وبعضهم عم بخاطروا بحياتهم. من ضمن الأشياء اللي بتشوفيها اللي هي مرئية للناس البرامج التربوية، ناس عم بخاطروا بحياتهم حتى يومنا الحالي وبيبقوا لساعات متأخرة عم بيعملوها. فكان بدنا نحاول، بدنا نعمل خطوة، يعني بعمل خطوة العملية بس بسيطة جدا. فينا نكتف كان إيدينا، حضرتها نوقف ولا شيء، سهل جدا ما نعمل شيء. واذا بتلاحظي ما تعملي شيء كانت اسهل اريح للكل، وكانت جنبتنا بين مزدوجين انه ما عملتوا شيء، ما عملنا شيء. هلا بمجرد ما عملتي نرجع لنفس القصه، ضوي شمعة ولا بلعن العتمه، هيدي القصه. هلا اكيد كمان ساعدتوا، هلا حتلاحظوا بكل الاشياء حيكون في عنا أجوبة مشتركة للتكامل والتضامن والتكافل. يعني حسب المنظمات الدولية مثل ما تفضل معي الوزير، وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، نحن ضمن الممارسات الفضلة في لبنان، ونسبة المشاركة كانت بالمعدلات العامة بالدول، وهيدي بيقيسوها لأنه الدول بتبرر كيف عم تعمل هالدروس. مع تحديات الظروف الصعبة بلبنان كان في يفوق 50% من المشاركة، وهيدي ضمن المعايير الدولية من ناحية المعدلات الأخرى لكافة البلدان. هيدي بيسمح إنه نحط لبنان، وبعتقد إنه صار في مجال إنه نعمر على هالتجربة للمستقبل لتحسين جودة التعليم في قلب مدارسنا وثانوياتنا الخاصة والرسمية. زميلتنا تفضلي. جوال حجي صار اليوم. هلا عرفتنا وحده؟ لا اكيد ولا هو هلا تقريبا الوجوه كلها بعرفها، انه بس احيانا ممكن الواحد تخونه الذاكره، ما تنسي العمر له حق بالنسبه لي. صايره بيناتنا ايه ايه. اليوم عم نحكي وزير الصحه بفيس 2 من كورونا، عم نلاحظ الاعداد عم ترجع تزيد من بعد ما كنا وصلنا لحاله او حالتين باليوم، عم نرجع نشوف اكثر من 10 حالات ان كان بالمناطق او ببيروت. شو خطه وزاره التربيه اذا في حال الله لا يأس نرجع نفوتنا بالفيسبوك اللي هي بحسب كل الدراسات والخبرات اللي صارت بيجي اقسى واصعب وعلى نطاق اوسع؟ شو الخطه بهذا الخصوص؟ هل ممكن اذا فتنا بالفيسبوك كل اللي تفضلت فيه يعاد النظر او يلغى، نرجع على تعلم عن بعد بدون مشاكل رسميه، بدون امتحانات رسميه؟ هلا بقول لك بصراحه، يعني سؤالك جواب الجواب منه فيه،
ليه؟ لسبب أساسي، وقفنا نحن الدراسة. ليه وقفناها؟ وكنا بلبنان إذا ماني غلطان بالتصنيفات يمكن من أوائل الدول اللي وقفت الدراسة. وبتعرفوا لما وقفنا الدراسة المعظم ما بس انتقد، جرح بالقرار وجرح بالقيمين على الوزارة. المعطيات العلمية كانت بتقول إنه لازم يكون في إقفال. لما المعطيات العلمية ولجنة كورونا بتقولنا هالشي ونحن نحس هالشي، وإذا بتلاحظي كل الكلمة كانت عم بتدور حول عنوان أساسي، صحة التلاميذ، الأساتذة، الأهل فوق كل اعتبار. الإنسان اللي بتخسريه ما بتعوضي، ما بيتعوض عنه، ولكن الدرس ممكن نعوض عنه، ممكن نلاقي طريقة. بس حياة الإنسان هي أثمن شيء، ما بتصور بس بالنسبة لألكون، بالنسبة لكل القيم الإنسانية الموجودة. حفظ الذات هو من الأولويات، حفظ النفس هو من الأولويات. يعني حياة الإنسان حتكون بأي شيء بيصير فوق كل اعتبار. نرجع على الخطة الأولى. الخطة الأولى بصراحة عم بينشغل دائما على خطط. لذلك قبل صارت أول حالة كورونا بنفس النهار بالليل كان عم بينحط إرشادات كيفية معالجة كورونا، وعم بينعمل بشكل وثيق مع لجنة كورونا، مع وزارة الصحة والمنظمات المعنية، منظمة الصحة العالمية، اليونيسف، إلى ما هنالك. بلك عمل مضني، نعم، بس ولكن حياة الإنسان تستحق كل مجهود. فلذلك أي شيء بيصير دغري حيكون عنا جواب أو رد فعل، بس إن شاء الله ما يصير شيء. ولذلك كمان بدي أقول شغلة ست جوال، نحن عم نحكي عن كورونا، كورونا هيدا بالعالم كوباء أول مرة بيصير بالشكل، جنن العالم كله. نحن بلبنان عم نجرب بالإمكانات الضئيلة اللي عنا. والشحيحة تم أقول أكثر، نعمل من لا شيء شيء على أمل تساعدونا الناس، يساعدونا تيصوبوا قرارنا ويصير قرارنا إنساني بامتياز. ما أعرف جاوبتك تكون. شكرا يعطيكم العافية. شكرا لكم.